والله خطوة عزيزة صلاح باشا، نورتنا. اتفضل اشرب قهوتك. شكر. سيجارة؟ لا معايا سجاير. اه ما اصلي كنت براجع في الملف بتاع قضية سليم الانصاري، واستوقفتني شوية حاجات كده في شات الشهود، قلت اشرب معاك شوية قهوة وبعد معهم شوية. سلام يا باشا، ده مكانك، تنورت المكان كله. عايز تشوف مين في الشهود يا باشا؟ رفاعي. الامين رفاعي. ثواني يا باشا. ايوه يا ابني، شوف لي الامين رفاعي فين، يبعته لي بسرعه. ثواني يا باشا، يبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من اول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد اغلب من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده اول امين شرطه كيوت في الداخليه. انت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟ ماله زناتي يا باشا؟ ده حتى كان راحه ساعه حادثه سليم، ده ما شاهدش اصلا. انا عارف انه ما شاهدش، انا بسالك يعني رايك فيه ايه؟ يعني بصراحه مستغرب يا باشا، يعني تعرف زناتي منين اساسا؟ اتسال نسال زي ده طارق. لا مؤاخذة يا باشا، ما اقصدش والله، بس استغربت شوية. يعني هو زناتي يعني واد حرك وبتاع شغل، ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجة غريبة جدا. سليم من أول ما حط رجله في القسم هنا هو كان حاطط الراجل ده في دماغه. سليم ده أصل كان طبعه صعب شوية، ناشف، لكن بيمشي في القسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شوية. تعالى. والله مغلبان يا دكتور آخر غلب، وعملت لها كل حاجة عشان تحن ومفيش فايدة. تحن؟ مقطعة قلبي يا ولدان. أصل زمتة اللبن دي وحش، وأنت سيد العارفين. أيوه عارفها، زمتة اللبن جنب صفة اللبن، عارفها. أهو البركة فيكوا بقى تلاقوا لها حل وأنتوا هتغلبوا. خلاص يا بنت بلاش نماضة، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم، أنت كده معطلة حبل أفكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلوك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه؟ مصيبه كفر الله الشر. مصيبه اللي البقره فيها. يلا يا نسوان، يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي مش وقته يا اختي، يلا يلا يا اختي، يلا يا بيت. طب والنبي يا دكتور، بشويش على الدرع احسن، مش مستحمله حد يجي ناحيته. اصلا احنا هنا قوي. ايه الدرع ده؟ تعرف يا ابراهيم، احنا كل ده ربانين وربنا سطرها معانا. البنت دي هتودينا في 60 داهية. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم. يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء، صح؟ ايوه يا باشا مظبوط، تمام كده. طب ما روحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند الراجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد ماله باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الانصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابة قالت هو اللي قتله. وانا هعرف اكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بغيت من النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، واكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب اجله، لكن هنعمل ايه؟ خلصانه بمعاد.
عمار يا بلاش عمار. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش تبقى سلمنا على صاحبك، ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي، وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي. بسم الله بسم الله. انت متاكد يا ابراهيم ان انت يا بسم الله؟ ما هو يا بيه قدامك اهو. هيا دكتور، ايه الاخبار؟ انا قلت لكم مش عايزين حد يخش علينا، سيبونا نشوف شغلنا، اتفضلي بعد اذنك. بعدين يا ابراهيم الناس دي لازم تيجي تلاقينا حلبين الجاموسه. طب انا هعمل ايه يا بيه؟ ده شكلها الجاموسه دي عامله رجيم، هتنزل لنا لبن دايت في الاخر اهو. بسم الله. هيا دكتور. بسم الله. هيا استاذ ابراهيم، زمانكم قلتوا بقى الست دي ورطتنا وخلعت وسابتنا مننا للجاموسي. يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وانا بدردش مع الامن والضباط عرفت ان زناتي ده شمال ورفاعي ده مش وراه في كل حاجه. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده باي حاجه؟ للاسف كل كلامه كدب في كدب، ما عرفتش اطلع من كلامه باي حاجه ممكن اصدقها ممكن تبقى صح، كله كدب في كدب. معنى كده بقى ان سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كدب رفاعي ان صدقت سليم. احنا هنستنى شويه، هناخد كل الكدب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجه بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا هو متهم ولا هو شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام صح. وفيها مقطف ميعاد انهم يسالوك، هو انت مش شاهد في القضيه بتاعت المحروس سليم الانصاري؟ لا يا زناتي، انت ما شفتش الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجه. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجه. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانة بفيونكة، انا مش هروح في ده يا زناتي لوحدي. شش، بقول لك ايه؟ لا ده وقت ولا ده مكان. يلا روح وبقى تعالى عدى عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. كنت اعرف. تعالوا يا بنات سلموا على الدكتور والمساعد بتاعه. يا اهلا وسهلا. تعال يا اهلا وسهلا. انت شفت بقى هند قبل كده صح؟ اه شفتها. ازيك يا هند؟ دي القمر بقى الوسطانيه بتاعتي هاله، ودي اخر العنقود الجميله هنا. بسم الله ما شاء الله، ايه العسل والقمر ده؟ انت في سنه كام بقى يا هنوشه؟ انا في خمسه ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. ويا ترى بقى شاطره بقى يا هنوشه في المدرسه ولا؟ خالص، ده انا شاطره جدا، ده انا بطلع الاولى على المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله. وانت في سنه كام يا هلولو؟ في ثالثه اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. واحنا مش هنطلع بقى ولا اللي هنفضل في الهري كتير اللي ملوش لازمه ده؟ لا لا مش هنقدر في الهري ده ولا حاجه. يلا خدي اخواتك واطلعي على فوق وغيروا هدومكم وصلوا لغايه ما جيلكم. يلا. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا مدام حنان ويبارك فيهم ويفرحك بيهم. تربيه العيال صعبه والله، وخصوصا البنات. وهمهم بيبقى اكبر لما يبقوا عايشين ومش عارفين ان كانوا يتامى ولا ليهم اب. هو ايه الموضوع ده يا ست حنان؟ انتوا فعلا مش لاقيين ابوه؟ ما نعرفش يا اخويا ابوهم فين، قالوا اتخطف. لا عارفين مين اللي خطفه ولا عارفين اللي خطفوه عملوا فيه ايه ولا عايزين منه ايه. وبعت مرسال واتنين وعشره محدش رد عليا قال لي حاجه. قالوا لي بعد 3 سنين تقدري تطلعي ورقه وتقولي انك متطلقه. بس انا مش عايزه اعمل كده، انا حاسه انه هيرجع، حاسه ان هو في حته ومش قادر يجي، بس مسيره هيظهر. وحيد الله كده يا ست حنان، ربنا يقرب البعيد ويرجعه لك بالسلامه ان شاء الله. والله تعبانه في تربيه العيال وتعبانه قوي قوي في اداره المشروب، مش عارفه الحق عليه ولا على ايه. رجاله البنات كلهم طمعانين فيا وطمعانين في مال البنات، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. اربي بناتي ولا ادير المشروع ولا احرسهم ولا اخد بالي من البهايم، مش عارفه اعمل ايه. انا لو عايزه اشوف نفسي كنت شفت نفسي من زمان، كنت اتجوزت حوده. بس انا ماليش في الشقاوه وماليش في الاكل الحرام، اخترت ابو البنات طيب وغلبان وبيحبني وعايز يفتح بيت، واتجوزنا وربنا رزقني بالبنات الجمال دول. بس ربنا مش كاتب لي اتهنى، مش كاتب لي بقى. إلا بالله. بس ربنا هيقف معايا، ربنا بيقف مع الولاية دايما، وأنا وليا
وبربي ولايب، ربنا هيقف جنبي. الله يهمك يا مدام حنان، انت ست والله يعني زي الفل وتستاهلي كل خير والله. انا ايه اللي خلاني اقوله بالكلام ده؟ انا ليه بشيلكوا همي؟ ده انتوا كفايه اللي انتوا فيه. ازاي بس يا ست حنان؟ ده احنا اللي شايلك همنا. بس يعني لمؤاخذه في السؤال معلش، يعني المكان هنا امان؟ امان الامان يا باشا، ولا تقلق، عيش براحتك. بس البلد دلوقتي زمانها كلها بتتكلم عن الراجلين اللي جم المزرعه عند حنان، عشان كده عايز اقعد معاك قاعده بقى كده وافهمك الشغل شكله ايه، عشان لو حد سالك سؤال كده ولا كده تبان انك دكتور بيطري بجد يا باشا. ولد ابن حلال متربي كده وابن ناس. اه والله يا ماما، قالوا احنا اللي كنا فاكرين اللي هيقفوا جنبنا هم الناس اللي احنا عارفينهم من سنين. ربنا بعت لنا واحد ولا احنا نعرفه ولا هو يعرفنا. هي الدنيا كده يا سلمى يا بنتي حبيبتي، اذا كان الخير اللي عمله اخوك سليم في القريبين مننا ما تمرش فيهم او تمر في الغريب. هي الدنيا كده يا سلمى. مالك بس يا ماما؟ اخوكي وحشني، وحشني قوي يا سلمى. بس ان شاء الله خير يا رب. على فين يا بيه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ابراهيم، خلاص ظبطنا حياتنا هنا، خلينا نتحرك بقى نشوف اللي ورانا. يعني هنشوف اللي ورانا هنعمل ايه يعني؟ احنا برضو مش هنفضل هربانين، مره فوق السطوح ومره في وسط البهايم. طب يا بيه احنا بايدنا ايه نعمله؟ مش سعادتك رحت لصلاح بيه وشرحت له كل حاجه؟ صلاح ده كان سكه وخلصت، خليه بقى نشوف سكه تانية عشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. سكه تانية يعني زي مين يا فندم؟ رفاعي. رفاعي ده الوحيد اللي خلينا نوقع اولاد الكلب دول. طب ورفاعي ده هنروح له برضه يا باشا؟ لا، اللعب الأول بشوية رسائل. أي أيوة والله صح، الله ينور عليك يا بيه، مباحث مباحث. أي أيوة والله نورت بيت أخوك أبو رفاعي. أخوك ولدي يا أبو دعيلي. فكر لما تعرفني كده زي البهايم هذا يعني. يا جدع أنت مالك ومال البهايم بس عشان تقول عليها زيك؟ عملت لك إيه؟ وكمان ليك نفس تهزر؟ أنت جاي عليك إيه؟ ما أنا اللي متصدر في وش المدفع. يا جدع ما تبقاش غشيم، مدفع إيه بس؟ احنا ورقنا سليم ومتستف يابا ومية مية، يعني لا سليم ولا صلاح ولا الداخليه كلها تقدر تهاوب ناحيتنا. انت اصلك ما شفتوش يا زناتي، ده زي ما يكون عارف كل حاجه. يا عم ولا تايه على حركات الضباط دي، ولو عارف حاجه كان سكت ده كله. انت بس اللي خفيف، لو سمعت كلامي وهديت نفسك كده من جوه ما عادش يقدر يهاوب ناحيتك. فكرك كده وابو كده كمان. قول انت بس كده وانا هلف لك سيجاره تخليك ايه ملك زمانك، ولا وزير الداخلية نفسه واشغل بالك. كل ده مين السائل اللي بعت رسالة على الأكل ده؟